كنت عملت فيديو زمان كده عن اللقاح وعن الموقع اللي بنسجل عليه عشان ناخد اللقاح وعشان دلوقتي اللقاح بقى متاح كتير فالناس بدأت يجي لها تخوفات والاسئلة بدأت تكتر بدأت ناس كتير تسألني تقولي هل اللقاح ليه اضرار احنا خايفين ناخد اللقاح سمعنا انه بيعمل شلل سمعنا انه بيموت سمعنا مش عارف بيعمل ايه وحاجات زي كده فانا تاني احب اشجعكم واقولكم خدوا اللقاح يا جماعه ده الحل الوحيد عشان موضوع كورونا الموجة الرابعة بتضرب بعنف واللقاح هو الحل الوحيد المتاح قدامنا وما بيعملش مشاكل كتير ان شاء الله اعراضه زي اي لقاح تقريبا ارتفاع درجه حراره همدان شويه حاجات بسيطه كده لكن ما بيعملش مشاكل كبيره ان شاء الله ولو نلاحظ مثلا في ماتشات بتاعه انجلترا الجماهير بدات تحضر لانه خلاص ناس كتير جدا هناك خدت اللقاح والوضع بدا يبقى كويس هناك ولاحظوا هناك ان نسب الوفيات دلوقتي معظمها في اللي ما خدوش اللقاح فاللقاح هو الحل الوحيد اصلا قدامنا دلوقتي وما نمشيش ورا الشائعات خدوا اللقاح هو الحل الوحيد شكرا ليكم.